بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشرفني التواجد إن شاء الله في أمريكا في شيكاغو في المؤتمر الإسلامي السنوي اللي هينعقد من 23 ل 27 ديسمبر. وأجمل حاجة إن المؤتمر بيحوي مجموعة متميزة من الدعاة والعلماء. المؤتمر هيكون إن شاء الله بإذن الله في فندق حياة ريجنسي، فأشرف وأتمنى إن حضراتكم تشرفونا، وأتمنى إن شاء الله يكون المؤتمر نافع ومفيد وممتع لكل الناس. شكرا.